السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. إلى محبين التحليات جبت لكم تحلية شابة بزاف، لا من حيث البنة ولا من حيث المنظر تاعها، جات مليحة بزاف. هاد التحلية بالأناناس وجوز الهند. نمشيو نشوفوا مع بعض مقادير وطريقة تحضير هاد التحلية الراقية اللي كيتقدموها للضيوف إن شاء الله، ولا تعملوها مام لولادكم تحمر لكم وجهكم، لا من حيث المنظر تاعها ولا من حيث المذاق. قلت ما شاء الله جات. ما تنساوش لايك لا فيديو، تبارطاجيو لا فيديو، واللي اول مره تدخل القناه تاعي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. نمشيو نشوفوا التحليه وفرجه ممتعه. باش نحضروا هذا لونترومي نحتاج لهذا المول، توريته لكم في المشتريات، يجي على هذا الشكل. ونحتاج لهذا المول كذلك تاع لي دومي سفير. نحتاج في المقادير نحتاج العلبة تاع الاناناس، انا راني فرغت منها السيرو تاعها ولا رفدت الشرائح. بالنسبة لي طرونش هادو تاع الاناناس نحتاجو لسبعة تاع لي طرونش، والسيرو 75 مليلتر تاع السيرو تاع الاناناس، ونحتاجو الورقتين من الجيلاتين. ناخذ شرائح الاناناس ونطحنوها على شكل لابوري، نعملوها اون بوري. وقبل ما نطحنوها بعدا نعمل لا جيلاتين باش ترطب في الماء البارد. هادوك زوج ورقتين من الجيلاتين نرطبهم في الماء البارد. بعد ما طحنت شرائح الاناناس الان نمشي نعمل هذا السيرو، نعمله على النار يوصل درجه الغليان. بعد ما وصل هذا السيرو لدرجه الغليان نحيوه ونعملو فيه ديك لاجيلاتين، نعصرها ونعملوها فيه، نذوبوها في داك السيرو. نذوبوها في الخليط، عفوا في هذا السيرو اللي كان سخن. علاش انا سخنا السيرو؟ غير باش نذوبو فيه لاجيلاتين. الجيلاتين خصها سخونه باش تذوب. نضيفوا عليها خليط الاناناس اللي كنا طحناه باش نعملوها في ليمول هذوك دومي سفير. هذا الخليط هو دخليناه تفا، الان نخويوها في ليمول تاع السيليكون هذو دومي سفير، ونعملوه في المجمد مده ليله كامله. بعد ما حضرنا لانساغ اللي كنا عملناه في المجمد ليله سابقه، تجمو تحضروا حتى يومين من قبل. اليوم نمشيو نحضروا الداكواز، الان نحضروا الداكواز تاع البنوات كوكو. نحتاجوا 3 حبات بيض، 40 غرام سكر عادي حبيبات، 80 غرام تاع نواه كوكو من الاحسن هنا تطحنوها، 80 غرام تاع السكر الناعم، و35 غرام تاع الفرينه. هذه مقادير مضبوطه، ماذا بكم يكون عندكم الميزان. نبداو بالبيض نعملوه في البيتخان، نمشي نخدم انا بالبيتخان. فصلت البياض على الصفار، نبداو نخفقو في البياض حتى يولي شكله يعير، يولي كي الرغوه. عاد نبداو نزيدو في السكر تدريجيا، هذيك 40 غرام اللي هضرنا عليها في الاول. هنا نبداو نخفقو في البياض، وهذيك 40 غرام تاع السكر نزيدوها على 3 مرات. نضيفوا القسم الاول من يولي لنا على شكل رغوه هذاك البلون داف، نضيفوا القسم الاول. وكي يعاود يولي لو بلون ناج نضيفوا القسم الثاني، اخيرا نضيفوا هذاك القسم الثالث باش نسيريو هذوك لي بلون ناج، نسيريوهم يوليو بغيه ويوليو سيغي. يولي البياض على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا. الان نخفقوا هذاك الجون داف هكذا غير بضرب يدوي، ونزيدو هنا نعملوا السرعه، نعملوها في واحد، ولا تضيفوها وتخلطوا بين ماغيز. نزيدوا هذا الجون داف والسرعه، قلنا هنا تكون السرعه بطيئه جدا. يصبح القوام على هذا الشكل. الان نمشيو نخلطوا المواد الجافه، هذه نواه كوكو، جوز الهند اللي كنا طحناه، من الاحسن تطحنوه باش تكون عندكم النتيجه يعني ناجحه. نزيدوا الفرينه نغربلوها، وكذلك السكر الناعم نغربلوه باش هكذا نهويو المواد الجافه. نضيفوا هذه المواد الجافه هنا مره واحده، وهنا تحبوا تعملوهم بين ماغيزا ولا سباتول، ولا هكذا بسرعه بطيئه كذلك تزيدوهم وتخلطوا بالبيتخان دائما بسرعه بطيئه.
هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، قوام كريمي ما تخليوهش ينزل. عملت صينيه هكذا مفروشه برق الطبخ، ونحطوا هذا الخليط نتاعنا الفرن، راح نسخنوا فيه على درجه 180 درجه مئويه، ندخلوه لمده 12 دقيقه فقط، ياخذ داك اللون الذهبي ونخرجوه. هنا تنجموا تعملوه دائري، تنجموا تعطيوه الشكل المول تاعكم اللي تكونوا ماشيين تعملوا فيه. وهذا هو البسكويت تاعنا بعد ما خرجناه من الفرن، خليته برد برد، والان نحتاجوا لهذا المول اللي باش نعملوا فيه لونطرومي. وانا بالنسبه لهذا المول عملت على حسابه ان كارطون، عملت في البابي هكذا كويسون ديسينيت وقصيت عليها ان كارطون باش يجيني البسكويت على حساب المول نيشان. بعد ما حضرنا الداكواز نمشيو نحضروا لاموس على نوت كوكو. نحتاجوا هنا 200 مليلتر تاع كريمه، هذه السائله اللي باش نخفقوها، ماذا بكم تعملوا لالا على خاطرش تجي حلوه، ولا عملتوا لي ماشي حلوه زدوا معها 70 غرام تاع السكر، هنا ما يزيدوش السكر. نحتاجوا هنا 2 غرام تاع لاغاغاغ، جيلاتين نباتيه، يسالوني بزاف على لاغاغاغ، لاغاغاغ هي جيلاتين نباتيه. ونحتاجوا 200 مليلتر تاع حليب نوا دو كوكو، لي دو كوكو راه متواجد في لي سوبيرات، انا شريته من هنا من تلمسان من السوبيرات تاع فينيكس. نمشي ونبداو نخفقوا هذا 200 مليلتر تاع الكريمه السائله، نخفقوها نطلعوها والناج. وهنا بالنسبه لي دو كوكو نرفدو حل الكميه قليله، وندوبو في هذيك 2 غرام تاع لا غاغاغا، نعملوها على النار خصنا توصل درجه الغليان. هنا ناخذ كميه قليله تاع الحليب نوضعوها على النار، كي نحطو فيها لا غاغاغا ونخليوها لمده دقيقتين تغلي باش تذوب ديك لا غاغاغا وتعمل المفعول تاعها. بعد نحيوها على النار ونضيفوا لها داك الحليب تاع جوز الهند باش تعدل الحراره باش تولينا بارد، ومام طور حنا نطلعوا في لاكريم ليكيد راح نطلعوها اون شونتيي. الان هذاك الحليب تاع الكوكو اللي كنا زدنا له لا غاغاغا نضيفوه للكريمه اللي كنا خفقناها طلعنا هكذا اون شونتيي، نضيفوه عندنا بارد، كنا زدنا داك الحليب البارد نضيفوه الان بين ما غيزنا نخلطو باش ما يهبطش هذاك القوام تاع الكريمه، نضيفو ونخلطو حتى نحصلو على يون موس. الان راه عندنا لانسا هذا اللي عملنا في المجمد، راه عندنا البسكويت داكواز تاعنا، وراه عندنا لاكخيم عملتها في بوش، عملتها في بوش، وراني نعملها في هذا المول، هذا المول تاع لي زونطرومي، انا اختاريت هذا المول اليوم نعملو. والان بالنسبه هذا لانسا هذا تاع الاناناس هكذا نعملوه، نسد فيهم هاد الدوائر كنا عملناهم، نسيو نغطسوهم في هذيك لاموس. نزيدو هنا طبقه تاع لاموس نغطيو هذوك لي زانسا اللي عملناهم. نزيدو زيدوا هذا الداكواز تاعنا اللي كنت قصيتو، عملت فيها الكارطون على حسابه وقصيتو، زيدوا هكذا من الفوق. هنا كيما شفتوا الكارطون كنت ديسينيتو على رسمت على حسابه ان كارطون، وهكذا باش يجيني نيشان يجيني مليح ما يجينيش في الخدمه واعره هكذا. وندحيوها في المجمد لمده ليله كامله ونشوفوها في الغد ان شاء الله. هذه هي التحليه تاعنا بعد ما مرت عليها ليله كامله، الان نحيوها من المول كما راكم تشوفوا. هادو لي مول سبيسيال هادو للتحليات يجيو ساهلين باش كنديمو ليهم. هذا هو الشكل تاع المول، هذا هو الشكل تاع المول. عملت هكذا دي بلاستيك باسكو راني ماشي نزينها بهذا لو سبري فيلور، هذاك البخاخ راه متواجد، الثمن تاعو شويه غالي بصح راه متواجد هنا في الجزائر، نظن يعمل 400 400 وها كاين في عده الوان. انا اللي باش نستعمل اليوم اللون الوردي هكذا، عملت دي بلاستيك باش ما تتسخش كل لو بلون دو طرافاي، ونحملو عليه نبعدو 5 سنتيمات نبعدو البخاخ ونرشو. وهذا هو الشكل النهائي تاعو، نعاود نردوه للثلاجه حتى نجيو نتناولوه. وهذا هو لونطخومي تاعنا، نقطع لكم منه قطعه باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. انا فقط ملاحظه الاولى،
تخرجوه 10 دقائق ولا قبل ما تقدموه باش يساعدكم في القص ويساعد حتى في الماكلة. انا غير راني خرجته من المجمد راني نقص لكم فيه. هذا هو كيفاش جا من الداخل، يجيو فيه 3 طبقات، هذاك لانساخ تاع لاناس الجي الداخل، وتجي هذيك لاموس تاع نواة كوكو، والداكواز كذلك بنواة كوكو. الملاحظة الثانية، لما توفرش عندكم لسبخي فيلو تقدروا تعوضوه بلو كلاصاج ميغوار. راني عملته عدة مرات، عملته سوا في القناة الأولى ولا في القناة الثانية، وسهل التحضير لو كلاصاج ميغوار. هذا هو بالنسبة للونتخومي تاع اليوم. هذا هو الشكل النهائي تاع التحلية تاعنا اللي جات من حيث المنظر ولا من حيث المذاق، ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. فقط هنا يكون عندكم هاد لي مول تاع لي زونتخومي اللي يسهلوا عليكم المهمه اكثر. هذه هي بالنسبه للملاحظات كاع تاع اليوم. في الاخير نشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.